والاهلي طالب تاجيل مباراته مع المصري في كاس الرابطه عشان عنده لعيبه كتيره غايبه ما بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، وحوالي 14 لعيب دولي غايبين ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. فالاهلي طالب من كاس الرابطه تاجيل مباراته مع المصري ان ما عندوش لعيبه يعني عدد كافي يلعب بيه مباراه. اهو الاهلي يطلب تاجيل مباراته في كاس الرابطه لهذه الاسباب. الاسباب بقى ان هو عنده 7 لعيبه في منتخب مصر الاول اللي هو محسن الشناوي وعبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطيه وحمدي فتحي واحمد عبد القادر وكهربا، بالاضافه الى الرباعي بتاع المنتخب الاولمبي حمزه علاء حارس المرمى محمد اشرف واحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، بجانب اللعيبه الاجانب المحترفين اللي هم راحوا المنتخباتهم. منتخب تونس استدعى علي معلول، منتخب مالي استدعى اليو ديانج، منتخب جنوب افريقيا استدعى بيرسي تاو. فمعظم عناصر النادي الاهلي ما بين منتخب اول ومنتخب اولمبي ومنتخبات تونس وجنوب افريقيا ومالي للعيبه الاجانب بتوع النادي الاهلي. فهنشوف بقى رد الرابطه هيقولوا ايه على الاهلي في تاجيل مباراه الاهلي. بس انا شايف طبعا ان انا عارف الاهلي عنده ظروف وعنده غيابات كتير، لكن هي اساسا كاس الرابطه معموله عشان اللعيبه اللي ما بتروحش المنتخب تلعب. فالاهلي اعتقد يعني عنده لعيبه موجودين يقدروا، عنده عمرو السوليه وعنده حسين الشحات وعنده محمد شريف وعنده قفشه، عنده لعيبه كتير يقدر يتعامل معاها في مباراه المصري. بس طبعا الاهلي يعني عنده غيابات كتير، بس هي بطوله كاس الرابطه اساسا معموله اثناء فتره توقف التوقفات الاجنده الدوليه، توقف الدوري عشان المنتخب. فهنشوف بقى رد رابطه الانديه هيقولوا ايه على الاهلي.